موضوع الإشاعة للأخت تتكلم فيه، ونستطرق بسرعة لأنواع الإشاعات. هناك الإشاعة الزاحفة، وهذه تروج بشكل وتنتشر بشكل بطيء، كأن الإشاعة اللي موجهة للخارج يقولوا إن اليمن قبائل وشعب مسلح وبيقتتل. هذه إشاعة زاحفة بطيئة على مدار السنوات، هي أدركت هدفها الآن، إن الناس بدأوا يفهموا إنه كان على مدار 10 سنوات ماضية كان معرفة الشعب اليمني كان معرفة خاطئة جدا، ولم يعرفوا على حقيقته إلا أيام الثورة. إشاعة العنف، هذه الإشاعة اللي استخدم بينكم كثيرا، هذه الإشاعة تعتمد على العاطفة، جانب الغضب والفرح والحزن، وهذه استخدم بينكم من خلال استهداف شخصي جوانب إنسانية، كموضوع الشيبة، موضوع المرأة، موضوع كذا، انتهاك حق شخص معين هنا، جاءوا ضربوه في الساحة. هذه هي يسموها إشاعة العنف، لأنها تقوم على استجلاب عاطفتك بعنف بقوة. الإشاعة الثالثة هي إشاعة الغاطس، هذه الإشاعة يعني تتكرر بين الحين والآخر وتعود، مثل موضوع القاعدة، تنتهي إذا ما جاء حدث جديد حدثوا من جديد، هؤلاء عندهم قاعدة، وهكذا تتكرر. والإشاعة الأخرى هذه اللي هي قليلة، إشاعة الأحلام والأماني، هذه الإشاعة يعني تعمل على تنفيذ الحجج أو الرغبات والآمال. إشاعة الوهم والخوف، هذا تستخدم الناس حينما يكونوا مذعورين منتابين يتكلموا، عندما يقول لكم حرب أهلية بتكون، لأنه خايفين من الوضع كيف يتطور يكون حرب أهلية، هذه إشاعة الذعر يسموها، أو الوهم أو الخوف. الإشاعتين القويتين الذي أيضا يشتغلوا عليها بين الشباب هنا في ساحة التغيير، إشاعة الفرقة وإشاعة التفتيت. إشاعة الفرقة أن يأتوا، يعني هنا تنوع، هنا في أحزاب، في منظمة مجتمع مدني، في ناس يساريين، ناس قوميين، ناس إسلاميين، هو يأخذ جانب الفرقة ويحاول التفرقة بينهم، هؤلاء يريدوا أن يستولوا على الثورة وهؤلاء كذا، فيحاول التفرقة. أما التفتيت وهي أخطر الإشاعات، في أنه ينزل لك شائعة يقول لك على عبد الله صالح اليوم قدو خايف يوقع ويمشي، اليوم الثاني يجي يقول لك علي عبد الله صالح يخرج بالدبابات يضربكم. هذه أخطر الإشاعات، لأنها إشاعة يسموها إشاعات التفتيت، من ناحية أنه يعطيك السلبية والإيجابية في اتجاه موضوع معين ليدمر القوى المعنوية عندك أساسا. الإشاعتين الأخيرتين التي هي سهلة جدا وما تستخدم في حدثا إلا بالنادر، اللي التمويه، أن يموه على أن هذا الشيء وكذا، وإشاعة التذكير أو الذكرى أن يتذكرها. قضية المكافحة الإشاعات أنا أتركها للأخت تتكلم فيها. سننتقل الآن إلى الأستاذة سارة الشامي، وهي مختصة إعلامية أيضا في 15 دقيقة إلى 20 دقيقة، فلتتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، مساءكم ثورة ونصر وتمكين بإذن الله عز وجل. في البداية كما تحدث الأستاذ عبد السلام عن موضوع الإشاعة، فعلم الإشاعات والرد عن الإشاعات وأنواعها وتفريدها وهذه الأشياء كاملة علم بحد ذاته، له مختصين في هذا المجال، له باحثين في هذا المجال،
نحن نحاول بقدر الاستطاعة بحسب المعلومات التي لدينا والجمع المعلوماتي أن نتحدث عن هذا الموضوع بما نستطيع من خلاله أن نفيد المستمعين ونفيدكم في هذا اليوم. لكن ما ستجدونه هذا اليوم لا يعني أن كل شخص سيخرج من هذه الندوة فأصبح خبير في الرد على الإشاعات وتفنيدها ومحاولة القضاء عليها. بداية عندما نتحدث عن الإشاعات وخاصة فيما يتعلق بالإشاعات في الثورات العربية، نحن نلاحظ أن الثورات التي قامت بالإضافة إلى وسائل القمع المسلحة التي كانت الأنظمة والحكومات تواجه هذه الثورات بها، كانت هناك أيضا حرب الإشاعات، وكانت الحكومات والأنظمة يعني تعتمد عليها بدرجة أساسية في مواجهة الثورات وفي مواجهة الأشخاص الذين يقومون بهذه الثورات. كنموذج بسيط أو كمثال لهذه الإشاعات لدينا ثورة مصر كثورة بارزة وتابعناها منذ أحداثها الأولى حتى انتهاء هذه الثورة بسقوط النظام. فنحن نلاحظ أن النظام في تلك الفترة بدأ حملة الإشاعات منذ بداية الثورة إلى آخر يوم في النظام وهو يروج للإشاعات. بدأها بما يتعلق بالتشكيك بالشخصيات التي قامت بالثورة وأنها شخصيات عميلة وأنها تدربت على يد إسرائيليين وغيرها وغيرها. وعندما فشل هذا المخطط حيث قام شباب حركة 25 يناير قاموا بعملية تفنيد لهذه الإشاعات سواء بالوسائل الإلكترونية أو الورقية أو غيرها. تحول النظام إلى إشاعة أخرى وهي التخويف من الحركات الإسلامية المتواجدة في البلاد وأنها إذا أمسكت بزمام الحكم سوف يحصل كذا وكذا. وفندت هذه الإشاعة بتصريح الإخوان المسلمين أنهم لن يترشحون للسلطة بعد سقوط حسني مبارك. تأتي بعدها بداية الترويج الذي روجته وسائل الإعلام أن حسني مبارك سوف يقدم استقالته من الحكومة ويسلمها لنائبه وغيره، وفاجأهم الرئيس أنه في اليوم الثاني يصعد ليقوم بعملية إقالة الحكومة وغيرها. وعندما نجد هذه الإشاعات اللي انتشرت في الثورة المصرية نفس النموذج يطبق عندنا في اليمن، ولكن باختلاف طبيعة الإشاعات، لأن طبعاً أكيد بالتأكيد طبيعة المجتمع المصري تختلف عن طبيعة المجتمع اليمني. إحنا لدينا هنا نسبة أمية عالية جداً، لدينا أيضاً مجتمع عاطفي يتأثر بالإشاعات العاطفية التي تتعلق بالأخلاق والقيم وغيره وغيره، وهذا ما نلاحظ أنه يروج يعني خارج ميادين الحرية والتغيير. فيما يتعلق بالأخلاق وغيرها لن نذكر مثل هذه الإشاعات لأنها غير جديرة بالذكر. لكن عندما نتحدث عن المجتمع اليمني لابد أن نركز في حكاية تفنيد هذه الإشاعات أو الرد عليها أننا نتعامل مع مجتمع عاطفي، فلابد أن يكون خطابنا مع هذه الإشاعات عبارة عن خطاب عاطفي يستطيع أن يواجه هذه الإشاعات. لا يمكن مثلا إذا مثلا قام النظام بترويج الإشاعة أن هذه المخيمات عبارة عن مخيمات لفساد وغيرها من الانحلال الأخلاقي وكذا، أن نعمل يعني نعرض حقائق ونعرض أرقام ونعرض أشياء معينة. لابد أن نتخاطب مع هذا المجتمع بطريقة عاطفية بنفس طريقة النظام وترويجه لمثل هذه الإشاعات. مثلا لابد أن نستخدم الخطاب العاطفي، وهو ما حصل بعد أن تحدث الرئيس في خطبة الجمعة عن تحريم الاختلاط وغيره، أن خرجت النساء ينددن بهذا الموضوع أنه كيف يتجرأ هذا الشخص أن يتكلم عن الأعراض وأن ينتهك الأعراض وأن يتحدث بمثل هذه الطريقة. وردة الفعل هذه فعلا فاجأت النظام. كيف يقول أن الذي سيطر على الغاز هو المشترك ويتم توزيع الغاز في الحارات عبر عقال الحارات لمن هم ينتمون للمؤتمر أو من هم يقومون مع الرئيس، وحكاية الرجل الشيبة كما يقولون يظهر في التلفزيون أنه صلوا عليه ورحمة الله عليه ويبكون وكذا، وثاني يوم يطلعوا شخص أنه انتحلت شخصيته وغيره. وهذه الحكاية يعني عندما نرى مثل هذه الإشاعات نجد أن عقل الإنسان لا يصدقها، لكن لأنهم يستغلون المجتمع اليمني الذي أغلبه
أغلبه لا يشاهد القنوات الفضائية ولا يشاهد الرد على هذه الإشاعات، فيتجر خلفها ويبدأ بنشرها، ويعني حتى أن الناس في الحارة في أزمة الغاز يقولوا إحنا لأن الحارة اللي عندنا أغلبهم مصلحين ما بيجيبوا لنا شغات. طيب كيف اللي ماسك الغاز المشترك وما بيوزعش لأصحابه؟ يعني فعلا نجد أن هناك تناقض كبير في تداول هذه الإشاعات وترويج لها. عندما إذا جينا إلى هو الأستاذ ذكر أنواع الإشاعات وغيرها وكيف تطلق هذه الإشاعات وكيف تروج هذه الإشاعات، لابد أولا أن مش كل شخص يعتبر نفسه أنه خلاص أنا أصبحت مختص في الرد عن الإشاعات، لابد أن أفند هذه الإشاعات وأبدأ أفكر أنا ذاتيا كيف أرد عليها وكذا. زي ما ذكرنا أن النظام لديه أشخاص متخصصون في مجال، وقد يكونوا أكاديميين وغيرهم وكذا، وقد يكونوا أيضا خبرات خارجية في مجال إطلاق مثل هذه الإشاعات. لابد أيضا أنه يكون عندي وعي، أنه يكون في عندي كادر متخصص للرد على هذه الإشاعات. والخطأ الكبير اللي نقوم فيه نحن كأفراد أنه كل شخص يحاول يرد يفند الإشاعات يقوم بعملية ترويج لهذه الإشاعات. يعني مثلا والله يا شباب سمعنا أنه كذا كذا كذا، هل هذا الكلام صحيح؟ أنت بهذه الطريقة عملت عملية إيش؟ يعني إذا كانوا الأشخاص اللي أنت بتتخاطب معهم مش عارفين بهذه الإشاعة أو لم يسمعوا بها من قبل، بالعكس انتشرت وأثارت فضول ناس كثير، وهذول الأشخاص بدأوا يتداولوها وقد يصدقوها نظرا للتعتيم الإعلامي. فلا بد أولا أن نحرص فيما يتعلق بمسألة الإشاعات أننا لا نقوم بعملية ترويج أو إعادة تكرار لهذه الإشاعات. هذه أول خطوة مطلوبة منا كجمهور عادي ليس لدينا ذلك القدر من الخبرة في الرد والتصدي لهذه الإشاعات. الموضوع الثاني في أننا وسائل علمية للتصدي للإشاعات هو الرد على الإشاعة الكبيرة، خاصة الإشاعات الكبيرة. طبعا احنا عارفين عندنا النظام أصبح متخصص في مجال الإشاعات، حتى أنه ظهر عنده إشاعات متخصصة، في إشاعات متخصصة تنشر بين الحارات والبيوت والأماكن العامة، وفي عندنا إشاعات متخصصة تظهر في وسائل الإعلام الرسمية للنظام، في عندنا إشاعات متخصصة تظهر في الوسائل المقروءة وأبرزها الإنترنت والفيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعية. فلابد أنه إحنا يكون في عندنا وعي، كل وسيلة إعلامية لابد أن يتم الرد على الإشاعة بالطريقة التي نشرت بها. يعني ما تكونش وسيلة إعلام مثلا تلفزيون نشرت الإشاعة بواسطة التلفزيون أنا أروح أجلس عامل حملة رد عليها مثلا في الإنترنت، لأنه بالتأكيد جمهوري الذي يشاهد التلفزيون غير جمهوري اللي يستخدم الإنترنت. فلابد أن نتبع نفس الوسائل التي تطلق من خلالها الإشاعات في عملية الرد على هذه الإشاعات. إذا وجدت إشاعة بالإنترنت أرد عليها بالإنترنت، وجدت إشاعة تروج في الحارات أرد عليها في نطاق الحارات والمجتمعات البسيطة، وجدت إشاعة تروج في الإعلام أرد عليها أيضا في الإعلام. وإحنا الحمد لله الإعلام المواكب للثورات بحاول قدر الاستطاعة يفند الإشاعات اللي تظهر من الإعلام الرسمي أولا بأول. فعندما تصدر أو تظهر لنا إشاعة كبيرة لابد أن نقاومها بإشاعة مضادة. طبعا الإشاعة المضادة مش أننا أتبع نفس أسلوب النظام والله يقول ضربوا الشيبة ومدري إيش، إحنا نقول ضربوا المدري من، لا، لابد أن أظهر الحقائق. وإحنا الحمد لله محناش بحاجة أن إحنا نجيب أو نخترع أو نفكر أو نعمل عصف ذهني لإشاعة معينة ومن فين نجيبها وبعدين نكذبها، لا، إحنا الواقع عندنا هو يرد على هذه الإشاعات. يعني قضية الشيبة كانت أيضا حركة جميلة جدا، إنه إحنا أظهرنا الشيبة وأظهرنا إيش عمل وإنه قتل كذا شخص، ففندت فعلا مثل هذه الإشاعات. فلابد إنه أنا الإشاعة أقاومها برد، العلماء يعتبروها يطرحوها إنه أنا أقاومها بإشاعة كبيرة جدا، وبعدين ممكن أن أنفي هذه الإشاعة فقط لإشغال الرأي العام. يعني والله الناس يجلسوا مشغولين، إشاعتين بيضاربوا بينين يكذبوا هذيك صحيحة هذيك مش صحيحة، فينشغلوا وينتهوا عن الإشاعة اللي ممكن تضرني. هذه نقطة. النقطة الثانية لابد من